انتي حربي. ايه كيفي انا كيف برش عبيد. مرة الحرب عندها قوانينها في الموسيقى، اها مرة رابح ومرة خاسر. بالطبيعة نجمش بالطبيعة، مش في الموسيقى بارك، في الدنيا في الحرب بدا. اكثر مرات ربحت فيها تتذكر انا عام انتصاراتك الكبرى؟ انتصارات الكبرى؟ أي. انا متخلتش في حروبات متاع انتصارات. انتصارات انتصارات حتى نجاح على الدنيا، على الدنيا بالطبيعة. انتصاراتك الكبرى تو تو انتصاراتك الكبرى على الاخر كأنه انتصاراتك الكبرى انا 2019 20. ليه ليه تو خير؟ غريبة غير يظهر لي اللي انت كنت في سبات عميق عندك تو 6 اشهر. ايش نقول لك، من خاطر التصويرة تظهر للعباد هكاك، اما في انا في رايي الشخصي حاجة اخرى، فهمت؟ خاطر العباد ما تعرفش على حياتك شفاه. الوقت ذاك كنت نجم نخدم اي برشا مثلا، ولا نعبد في موزيكا، ولا ضارب توب، ولا كيف ما نقوله في البيك وكل شيء، اما ما كنتش مصور فلوس مثلا. كيفاش؟ اي وقت العجلة تدور وجيو مخي انا فهمت شنو؟ كان لي داخل خارج، مش كيف توا اللي تفهم الدنيا واللي تعرف وين نحط الفلوس مثلا. نعطيك هذا نوع من الانتصار، ولا كنت تتغلب على نفسك شهوات وعلى روحك. شهواتك وعلى امورك، فهمت هذايا الكل؟ انت تظهر لي من الفنانين الحاذقين معناتها. اي حاذق، اما فما زاد واحد ما ترباش فهمتني، عنده برشا فلوس هادي، ولا يعرف قيمه الفرنك من الصغرى. دونك بديت تبعزق. اي بالطبيعه، ما هو من الحرمان لازمك فهمني كيف تبعزق برشا فلوس باش تفهم تاكل زوز كفوف تقول لي طيارات وسفريات وحوايج و... بالطبيعه. دونك الفتره ذيك الكل اللي من المفروض انت تعمل فيها ثروه. ليه الحمد لله، ايش نقول لك، نجم تقول توا ندخل في فلوس اكثر من قبل. اي هادي ما تغزلش، خاطر وقتها البيك صحيح، اما ما كانتش الفلوس اللي تدخل من اليوتيوب كيف اللي تدخل من توا، فهمت؟ مش كيف ما كانت وقتها فيها 500 الف ابوني كيف توا 3 ملايين و 200 الف ابوني، فهمت؟ الفلوس توا اكثر، اما توا الفوز صحيح، فهمت؟ خاطر وليت نعرف وين نحط فلوسي، ولا وين كيف نتصرف، ولا فاش نعمل، ولا فاش. اخيب فتره في حياتك لازم اقول يعني الدات واحد. لا اعطيني، قول يا عم ناول السنة. 2021 في الشتاء. في الشتاء شنو اللي خلاها الميكس تايب وقتها بات كوا اون انفير، هذاك تعتبره اخيب؟ علاش؟ خاطر هذيك كيف ما نقولوا الفترة اللي قسمت بين الخسارة والفوز، فهمت؟ خدمت، جيت نلقى روحي في الشتاء، كي حسبت لي خدمت وبرشا فلوس، جيت نلقى ما عنديش حتى 10% منهم. ضربت روحي بزوز كفوف، قلت فلوسي وين يعني، فهمت؟ فاش كنت قاعد نعمل، وين مشيت الفلوس، وعليها انا تصرفت هكاك، وكل عديت فتره خايبه على دونك حسبتها كان ماديا انت؟ مش ماديا ومعنويا وبدنيا وصحيا وكل شيء. كي تتعب ماك باش تخسر برشا حاجات، ابار الفلوس تخسر صحه ووقت و برشا حاجات. دونك كان غلطة بالنسبة ليك للألبوم هذاك؟ مش للألبوم غلطة، الفترة اللي قبل الألبوم غلطة، فهمت شنو؟ والفترة اللي بعد الألبوم هي الفوز. دونك علمك حاجة؟ بالطبيعة، ما اللي علينا أحكي لك أنا، ولا عليه هو اسمه كوان أونفير. إي من عنوانه أثر عليك؟ مش من عنوانه، هي الميكس تايب هذاك هبط، خاطر بالحق ركن في الجحيم. ماني قلت لك واحد عايش في فتره ندم يقول انا وين عديت وقتي وفاش كنت نعمل،